السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحمل. النهارده التاريخ يا برج الحمل 4 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك. الفيديو ده طبعا معمول ليك انت شخصيا مواليد برج الحمل. كل سنه وانتم طيبين. ده طبعا شهركم وده طبعا توقعاتكم وايامكم. ربنا يجعل ايامكم كلها مباركه ويجعل الايام كلها سعاده ليكم، والسنه دي او الفتره دي تكون من اجمل الفترات لحياتكم، وان شاء الله باذن الله تطلعوا من الطاقات السلبيه وطاقات الياس. ركزوا معايا في قراءتكم وادعموا الفيديو بتاعكم باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وان شاء الله باذن الله يجعل الايام اللي جايه كلها جميله وهنا. التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك، اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين، لعل يكون عندك خير وشفاء وخروج من الطاقه السلبيه. وزي ما قلت لك ادعم الفيديو بتاعك ونشوف مع بعض اخبارك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد مواليد برج الحمل. طيب برج الحمل، اليومين دول انت عندك طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية دي متعلقة بشخص غايب عنك او شخص بعيد عنك. انت عندك طاقة اشتياق، عندك طاقة حب، عندك طاقة حنان للماضي، لإما الشخص بعيد عنك الله أعلم، بس أنت عندك طاقة إيجابية حلوة جدا. بعد 5 أيام هيبقى عندك خروج من محنة، خروج من كلام سلبي مؤثر عليك في حاجات كتيرة جدا. في نفس الوقت أنت ناوي او بتفكر في اكتر من طريق، يمكن انت عندك طريق خير او طريق ايجابي وشغال عليه. تفكيرك 24 ساعة بتفكر في حاجات كتيرة جدا، بالك مشغول بشخص بعيد عنك، بشخص بينك وما بينه مسافة، بشخص انت مشتاق له بقالك مدة الله اعلم. رغم ان عندك عراقيل في الطريق اللي انت ماشي فيه، بس انت ماشي ومكمل وبتقول انا هفضل ماشي ومكمل ومش هيفرق معايا اي حاجة. بس هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليك، انت هتكون قادر ان انت تخرج الافعى من حياتك او من العلاقة السامة اللي في حياتك. انت عندك خروج زي ما قلت لك من محنة، او خروج الافعى اللي هي سودة في حياتك، بومة اعدالك وما زالت موجودة. البومة دي كل ما بتخرجها زي ما كأنها وراها جيش، تخرج بومة، تخرج حية، بترجع لك واحدة تانية أشد من اللي فاتت. فأنت ما زالت البومة دي موجودة لك وبتراقبك في سكوت، بتراقبك في درع، مش عايزة دايما تبين إن هي بتراقبك، بس هي غيرانة منك وجوه قلبها حقد اتجاهك، لدرجة إن أنت هنا عندك كام حلم بتحلمه بيتردد معاك. الأحلام دي فيها كوابيس وفيها إزعاج ليك. أنت هنا بص شايل الحمل وشايل المسؤولية وماشي على كتفك وساكت، ماشي كده وساكت وبتقول يا رب احميني من عيون الناس الخبيثة. عندك دعاء مستجاب او عندك طلعة حلوة جدا. الاضواء عندك متسلطة عليك، يعني هيكون عندك ازدهار بنفسك وثقة حلوة قوي. البعض منكم هنا شاكك في حاجات كتيرة جدا. انتوا مشكلتكم الشك، لما بتشكوا في حاجة دايما بتكون على حق، علشان روحانياتكم دايما عالية ودايما ثقتكم بنفسكم بتطلعكم من اي شدة ومن اي وجع في حياتك. اي نعم انت جواك وجع وجواك كسرة قلب ومازال الجرح بتاعك بينزف، بس عندك خروج من المحنة اللي انت فيها. عندك هنا شغل جديد او عندك لقاء في حد من الشغل او حاجة انت بتفكر فيها هتحصل الفترة اللي جاية الله اعلم. طيب في حد عندك هنا، الحد ده كبير في السن، دايما بيجي عليك دايما كده حطك حاجة قدامه، لا اما يأذيك لا اما يتكلم عليك لا اما يديك طاقة سلبية، بس انت عندك حماس الايام دي وشجاعة وقوة وما بتيأس ابدا مهما يقولولك او مهما يحصل. انت ما عندكش يأس خالص الفترة دي. بقالك فترة عندك ألم في ظهرك، عندك قولون عصبي بسبب الضغوط اللي انت عمال تضغط على نفسك فيها. عندك حد هنا تعبان، الحد ده ممكن يكون ناوي يعمل عملية او ناوي يهاجر من المكان اللي هو فيه الله
اعلى، رغم ان الاضواء عندك متسلطه وعندك طاقه ايجابيه، بس انت عندك شويه حاجات بتفكر فيهم تلقائي بتحولك من الطاقه الايجابيه لطاقه سلبيه، ومش عاجبك الكلام ولا عاجبك اللي انت بيحصل معاك ده. انت هنا واقف وحيران، حيران في قرار عايز تاخده، بس بتقول كل حاجه ليها وقتها، والحيره دي ضغوط ليك انت. اطلع من الحيره واطلع من الاضواء اللي هي متسلطه عليك في الطاقات السلبيه، وركز على الامور اللي انت محتاجها. كمان البعض منكم شغال على ورق، شغال على حاجه معينه او عمل مكالمه ومستني اللقاء، الله اعلم، مستنيين حاجه معينه الفتره دي. كمان انتوا في عندكم اكتر من شخص او من اكتر حد في حياتكم، خلاص قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش مع الشخص ده، قررتوا ان انتوا تبعدوا عنه، قررتوا ان انتوا يعني تتعاملوا معاه بحذر لو حابين تتعاملوا. عندكم قعده حلوه ولقاء حلو، القعده دي هتكون مستمتعين جدا، هتكونوا مبسوطين جدا، هتعملوا اكتر من حاجه انتوا بتحبوها، وهيبقى عندكم كام يوم الفتره اللي جايه دي هتكونوا مميزين، وهتصحوا بالطاقه الايجابيه علشان انتوا قررتوا ترموا الطاقه السلبيه ورا ظهركم. الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتك الفتره دي، انت ما تشكش خالص انه معمول لك سحر ولا معمول لك اي حاجه، انت بس الاضواء عندك متلخبطه بسبب الطاقات التفكير. وانا ديني بقولها لك تاني، انت الفتره دي ما عندكش اي سحر ولا عندك اي حاجه، بس انت عندك وقف حال، وده بسبب العين الشديده اللي عليك. ما تقلقش خالص وما تمشيش ورا الاوهام اللي ببالك. الفتره دي انت هتكون فتره هتسترخي شويه، هتحاول تاخد راحه، هتحاول ان انت تجدد من نفسك، وفي نفس الوقت انا مش عايزاك تحرم نفسك من اي حاجه انت بتحبها. اطلع واعمل اي حاجه تديك طاقه ايجابيه. انت مجرد ما بتخرج من البيت بيكون عندك كده دفعه لنفسك، وعندك حاجه كاريزما عالية وأمور حلوة بتجددة. بترجع البيت فيه شوية حزن وفيه شوية زعل، الدموع على خدك، وده بسبب كسرة قلبك اللي حصلت من فترة، أو بسبب إن أنت بتاكل حقك. عندك تعويض من عند ربنا، والتعويض ده هيكون حلو قوي ليك، وهيبقى عندك كده أمور أنت هتجددها بنفسك، وهيبقى فيه كذا حاجة خلاص هتطلع منها. مهما تكون او مهما خلاص انت جبت اخرك من اشخاص في حياتك، الطاقة بتاعتك بتتجدد دايما. الشخص، وزي ما قلت لك، الشخص اللي بيجي عليك ده وعمال يأذي فيك، ان شاء الله باذن الله قريب هيحس قد ايه ان انت شخص ما تتعوضش في حياته. انت بالفعل لما بتدخل في حياه حد بتكون عباره عن فرصه، لو خسرك يبقى هو ما يستهلكش. انت دايما كرامتك او انتوا دايما كرامتكم رقم واحد في حياتكم، كرامتكم محدش بيجي عليها. في هنا شغل او في حاجة بخصوص المال انت بتفكر فيها، هيبقى عندك طاقة ايجابية بخصوص المال، علشان في مبلغ من المال جاي لك، او انت مكلم حد على مبلغ من المال، او مستني حد من بره يجيب لك حد بمبلغ من المال، الله اعلم. المبلغ اللي من المال ده انت ممكن تسد بيه ديون عليك، او ممكن تعمل حاجة. اي نعم انت بتفكر ان انت تطلع حاجة لله الفترة دي، او تساعد حد مسكين، بس انت اللي معاك على قدك، ولو معاك فلوسك متبخرة طول الوقت مفيش مبلغ قاعد معاك. دايما بالك مشغول بالمستقبل، دايما بالك مشغول باللي هيحصل بعد كده، محدش يعلم الغيب الا الله. انت بس ادي نفسك طاقة ايجابية، وابعد عن الرموز السلبية او من اي مشاكل عندك في حياتك. في بعض الابراج عندك موجودين ومازالك موجودين بيراقبوك او بيحقدوا عليك. طيب انت الفترة دي ناوي تغير حاجة في بيتك، او ناوي تغير حاجة في شكلكم انتو. البعض منكم عايز يغير شغله، البعض منكم عايز يغير تليفونه، البعض منكم عايز يجدد حاجة في ارض بيته، الله اعلم. انتو عندكم تجديد حلو جدا، وهيديكم طاقة ايجابية، ما شاء الله عليكم، نجمكم عالي. ومعنى ان النجم بتاعكم عالي معنى انه هيلمع الفترة اللي جاية، وهتكونوا صحاب قرارات او صحاب منصب حلو. الطاقة الايجابية بسم الله ما شاء الله عليكم مفتوحة، فما تضيعها في طاقات سلبية. عندك واحدة ست، الست دي مقربة، لإما مرات أخ، لإما مرات خال، لإما مرات عم. الست دي بتحب النميمة كتير،
بتحب تنم، هي ما وراهاش حاجه غير ان هي تنم مع الناس، هو ده من طبعها. فانتوا الفتره اللي جايه مش هتحصل معاها مشكله، بس انتوا هتقعدوا معاها وهتقولوا لها اللي انتوا قلتيه ده غلط، وهيبقى في شد بينكم. مش هت يعني احتمال ان انتوا مش تكلموش بعض، بس هتاخدوا منها جنب كده لوحدكم، وهتقولوا لها خلاص مجرد ما انت بتتكلمي علينا احنا ما عدناش هنتعامل معاكي تاني، علشان انت انسانه بتحب النميمه على البشر. الكلام ده هيتقال بينكم، وهيتدخل طرف من الحد من الاشخاص، وهيحاول ان هو يلطف الموضوع بقدر المستطاع، بس انتوا هتكونوا خلاص خدتوا قرار، انتوا اللي بيغلط معاكم غلطة الفترة دي بتمحوه او بتمشوا او بتختفوا او بتبعدوا بمعنى اصح، علشان خاطر انتوا مهووسين باللي انتوا فيه من الزعل من الامور اللي عندكم. عندك كمان ست كبيرة، الست الكبيرة دي حلوة، شكلها جميل، وشها مقبول، هي كبيرة في السن، بس دايما بتدعي لكم بالخير ودايما عايزة راحتكم بقدر المستطاع. الست دي ما شاء الله عليها، انتوا حياتكم متعلقة بيها او بتحبوها قوي، وخايفين في يوم من الايام تخسروها. الاعمار بيد الله طبعا، بس باذن الله ربنا هيديها الصحة وهيشفيها لك لو هي بتعاني من خشونة في المعدة او من وجع في رجليها. في كمان الفترة اللي جاية دي انتوا هتكونوا متعلقين بطفل، الطفل ده مش هقول لكم ان هو هيتعب، بس هو محسود، محسود دايما معرض للحسد، فدايما حصنوه او ابعدوه عن العين البشعة اللي من الجيران عندكم او من الناس اللي بتشوف الاطفال دي اللي تخصكم على طول، ولازم تركزوا في ادق التفاصيل عندكم الفترة اللي جاية. ليه؟ علشان تخرجوا من المحل اللي انتوا فيها. عندكم حرف الألف، حرف الإم مازال موجود، حرف الإم بينكم علاقة، بينكم ارتباط، بينكم حاجة معينة بينكم وبين حرف الإم. حرف الإيه ده هيبقى فيه شغل، وهيبقى فيه اتصالات، أو هيبقى فيه لقاءات عندكم. انتوا مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع، عندكم طاقة انتظار رهيبة، أو عندكم طاقة معينة حاطينها في بالكم وشغالين عليها بكل الطرق. مشيتوا في طريق والطريق ده كان ضلمة، وقررتوا ان انتوا تبعدوا عنه، قررتوا ان انتوا تخلصوا من الطريق ده علشان خاطر حاسين ان انتوا مأذيين منه. الدعاء اللي انت عمال تدعي ربنا علشانه بإذن الله هيتحقق في وقت مناسب علشان تحس بقيمته. طيب في موضوع عندكم حصل من فترة واتقفل، هيرجع يتفتح تاني في قعدة، وهتكونوا قاعدين انتوا دمكم حامي، ما بترضوش على الغلط او ما بتحبوش الغلط، ولو حصلت حاجة الفترة دي انتوا هتكونوا قدها وقدود ان انتوا تتكلموا وتعافروا. مين اللي عنده علاقة تانية، أو حد عندكم متعدد العلاقات، حد عندكم في علاقة سامة، أو حد عندكم عنده أكتر من علاقة، حد انتوا زعلانين قوي ان هو شخصيته كده. دايما اقول ان انتوا كل ما تطلعوا من مشكلة بتدخلوا نفسكم في مشكلة تانية، رغم ان انتوا طيبين جدا وقلبكم ابيض، وطيبة قلبكم دي هي اللي بتوقعكم في مشاكل. العصبية بتاعتكم الزايدة بتخسركم حاجات كتيرة جدا، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي. حاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر وبالهدوء، انتوا معروفين ان انتوا عصبيين بطريقة رهيبة، وممكن تضيعوا حقكم في قعدة او في مكان بسبب العصبية بتاعتكم. فعلشان تكونوا ماشيين زي ما انتوا متأكدين ان طريقكم خير، لازم تبعدوا عن اي حد ممكن يحقد عليكم، او من اي صحوبية فاشلة فيها طاقة سلبية. عندكم اتنين صحاب، الاتنين صحاب دول هم اصلا ما بيوزعوش غير على الناس الطاقة السلبية، وانتوا حذرتوهم اكتر من مرة من الطريقة الخطأ اللي هم ماشيين فيه، وانتوا قررتوا ان انتوا خلاص ما تتعاملوش بالطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها. انتوا ما بتعرفوش تردوا الاذى بالاذى، بس الفترة اللي جاية دي خلاص ما بقيتوش طايقين اي حد ولا عايزين تتكلموا مع اي حد، وعلشان كده الفترة دي هتكون من اكتر الفترات ليكم هتكونوا ساكتين في صمت، وما بتتعاملوش مع حد بشكل لطيف، هتبقوا ساكتين خالص كده، وهتبقوا ايه، هتستحلوا الصمت شوية، وهتشوفوا ردة فعل الاشخاص اللي قدامكم عبارة عن ايه او هتكون ايه.
الطاقة بتاعتكم هنا. هيكون فيها حد كده هيدخل جديد، الحد الجديد ده هيبقى يدعمك على جميع الأصعد. انت عندكم العلاقة العاطفية مش هقولكم فيها نفور، هيبقى عندكم فيها رومانسية وفيها حب للناس المتجوزين او المرتبطين، بس دايما اقول ابعدوا الاطفال او ابعدوا الاولاد عن المشاكل بينك وما بين الشريك او بينك او بينك وما بين الشريكة. يعني دايما ابعدوا، اركنوا الاطفال على جنب، ما تحطوش الاطفال مركز قصادكم ان انتوا تكملوا وان انتوا ما تكملوش والكلام ده خالص. عندكم كمان هنا بالنسبة للعزاب، العزاب انتوا عندكم طاقة ايجابية بس عندكم الشك رهيب جدا. الشك ده لما بتشكوا في الشريك ما شاء الله بتفضلوا عايشين بس تربطوا الاحداث ببعضها وتطلعوا انه الشريك فعلا على حق. مشكلتكم ان انتوا روحانياتكم عالية والحاجة اللي بتحسوها بتكون فعلا حقيقة وعشان كده بتخافوا جدا. عندكم خيال رهيب بيعدي من قدامكم ما بتبقوش فاهمين انتوا عايزين ايه. انتوا مالكمش غير حد بس، حد بتحبوا ترتاحوا بتحبوا تتكلموا معاه، بتحسوا ان انتوا مرتاحين جدا بمجرد ما تتكلموا معاه، او بمعنى اصح بيديكم طاقة ايجابية بيديكم دفعة لقدام. وعشان كده دايما اي حاجة بتجروا تحكيوا له من غير حتى ما تفكروا او ترددوا اذا كانت غلط او اذا كانت صح، بتحبوا فعلا تتكلموا مع الشخص ده او مع الشخصية دي. كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هتقعدوا مع حد كده، الحد ده فعلا هيكون شبهكم قوي وهتكونوا مبسوطين، او هيكون صديق مقرب ليكم. انتوا ممكن يكون عندكم تحويل في بعض الامور، عندكم تحويل من صداقة الحب او العكس، هيبقى في امور كده هتستجد عندكم. وخلوا بالكم ان انتوا الفترة دي شغالين على سر او على هدف قدامكم. البعض منكم هيخلص ورق شهادة، ورق دراسة، البعض منكم داخل على امتحانات، داخل على ورق هيشتغل فيه، داخل على امور هتجدد منها. انتوا عندكم كذا حاجة، بس دايما اقول ابعدوا عن الوسواس اللي في حياتكم وبلاش ان انتوا تدوا نفسكم طاقة سلبية. الطاقة السلبية بتخليكم مشتتين افكاركم، بتخلي افكاركم كده مش مترتبة وعندكم ضغوط انتوا مش فاهمين في ايه او ايه اللي بيحصل. في شخص عندكم كنتوا فاكرين ان هو بيحبكم قوي ودايما كنتوا بتقولوا الشخص ده دايما هيكون غير اي حد في حياتنا، او الشخص ده هيكون هو رقم واحد في الحياة. انتوا اتأذيتوا من الشخص ده بسبب طرف ثالث كان بيتدخل معاكم، او كنتوا انتوا بتحكوله او هو كان بيحكي. فالمهم انه هنا حالتكم يعني اتغيرت 180 درجة. انتوا كنتوا داخلين في العلاقة بحب ولطافة وحاجة جميلة جدا، في الاخر كل الامور دي اتقلبت ضدكم. اتقلبت ضدكم ليه؟ علشان حسيتوا ان انتوا في خانة علامة استفهام او في دايرة والباب اتقفل عليكم. بتحاولوا تهربوا، بتحاولوا تطلعوا من الواقع بتاعكم، بس القلب مازال موجوع من الاشخاص اللي اكلوا حقكم. ممكن كمان يكون انتوا الفترة دي رغم ان انتوا هادين وما بقيتوش تتكلموا عن حاجة، بس في مواضيع هتتفتح بتاعت ورث بتاعت اهل، او بينك وما بينك وما بين اهل، بينك وما بين اخوات، الله اعلم. في كلام هيتفتح بينه وما بين العيلة وهتحاولوا ان انتوا تتكلمي عن حقك او انت تتكلم عن حقكم، ومش هتلاقوا عقد نافع. وعشان كده ممكن تبقى في شغل محكمة عندكم علشان تاخدوا حقكم. انتوا بتقولوا ان يعني انتوا لما هتكونوا في المواجهة دي او في القعدة دي هتقولوا انتوا ما بتخافوش، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بالفعل انتوا الايام دي عمالين تتحاسبنوا في الناس اللي اكلت حقكم واللي ظلمكم، والشخص اللي خد مالكم واختفى فجأة من حياتكم، او خد مالكم وحصل بلوك بينكم، او بمعنى اصح كان في بينكم رابط قوي وفجأة اختفى او فجأة اختفت. انتوا مازالت موجوعين ليه؟ علشان بتستسلموا بسرعة للناس اللي في حياتكم، بتدوا الاشخاص اللي في حياتكم اكبر من حجمها، وده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي او بتمروا بيه. لازم ان انتوا ما تدوش حد اكبر من حجمه، وتعاملوا الشخص اللي قدامكم بنفس المعاملة علشان يحس بالتقدير ويحس قد ايه انتوا كنتوا حاجة عبارة عن فرصة
مستحيل تتعوض بالنسبة لأي حد تاني. وزي ما قلت لكم حالتكم النفسية بإذن الله هتتحسن، ومن هتبقى العكس تماما. يعني لو انتوا حالتكم سيئة دلوقتي، حالتكم الفترة اللي جاية هيبقى فيها تحسن وهيبقى فيها تغيرات إيجابية. انتوا شغالين وبتدعموا نفسكم بنفسكم، بس بلاش العزلة اللي انتوا فيها حاليا، وبلاش الطاقات اللي انتوا شغالين فيها في السلبيات. كمان البعض منكم اغلب الوقت ما بعتش يرد على حد، اغلب الوقت شايف التليفون بيرن ومش عايز يتكلم، ولا عايز حتى يرد، ولا حتى يتعامل مع وجه من الاوجاه اللي في حياته. ليه؟ علشان بتقولوا ان احنا اتخزلنا واتعنا فما عدناش نافعين. البعض منكم كمان بيسأل بيقول يا هل ترى احنا جينا الدنيا ليه علشان نتعذب؟ العكس تماما، انتوا اللي بتعذبوا نفسكم لما بتدخلوا في طاقة سلبية مع اشخاص خطأ. فدايما دايما اقول احسنوا الاختيار في علاقاتكم، احسنوا الاختيار في ارتباطاتكم. عندك هنا ممكن يكون الشريك معاك هو اللي مسبب الرئيسي في الضغوط دي. الشريك ممكن يكون بارد في المعاملة معاك، بارد ان هو يعبر لك. انت ممكن انتوا ما بتحبوش البرود اصلا، ولا بتحبوا الاشخاص اللي هي الاشخاص اللي مش لطيفة. فعشان كده ممكن يكون الشريك هو سبب رئيسي في الضغوط اللي انتوا فيها، ومهما بتتكلموا مهما تقولوا مفيش سمعان كلام خالص. وعشان كده انتوا عندكم وجع في الجسم بيظهر غير طبيعي، شوية وجع شوية أوجاع، صداع مستمر. ودايما أقول إن الحسد الشديد متركن دايما على الفلوس بتاعتكم، مفيش فلوس بتقعد، والحاجة الحلوة اللي بتحصل في حياتكم بتتقلب العكس. وعلشان كده دايما بتقولولي إحنا الحاجات الحلوة ما بتحصلناش وبتحصل لنا الطاقات السلبية. طب ليه ما سألتوش نفسكم؟ علشان خاطر أنتوا متألقين، أنتوا دايما جمال جدا في عيون اللي حواليكم، والناس اللي بتاخد عنكم فكرة ان انتوا شيك، ان انتوا حلوين، ان انتوا مش عارفة ايه، مهما بيحصل العكس هم بيحسدوكم حتى في خيالهم. يعني انتوا اللقمة اللي بتنزل معدتكم محسودين عليها، حتى ما يعرفوش هم ان انتوا جايبين اللقمة دي منين، او عاملين الموضوع ده منين، او ايه اللي حصل معاكم، بس هم حاسدينكم. ليه؟ علشان شافوكم مرة حلوين، شافوكم مرة بتلبسوا احسن لبس، احسن حاجة، مستوى نظيف، شافوكم مرة عايشين في حياتكم العاطفية كويسة. فبالتالي الحسد اشتغل على النقطة دي. وخلوا بالكم العين بتكره تشوف اللي احسن منها، وعشان كده الحقد والغل بيجوا من الناس اللي هي مقربين ليكم، هم اللي عارفينكم. وانتم من الاشخاص اللي دايما بتحبوا تظهروا ان انتوا رقم واحد، ان انتوا دايما متألقين، رغم ان انتوا متواضعين جدا ومش متكبرين. اللي يعرفكم من بره او من بعيد يقول عليكم ان انتوا شايفين نفسكم، بس اللي يقرب منكم بيقول عليكم العكس تماما. شخصيتكم قويه جدا، ما بتحبوش النفاق ولا الكذب، ودايما ماشيين بسكه ان انتوا دغري، او بسكه لا اما انت وحش لا اما انت حلو. ما بعرفش اكون بوشين، او ما بنعرفش بمعنى اصح تكونوا بوشين. ليه؟ علشان دايما عندكم عدالة في حياتكم. سحر التفريق اللي اتعمل لكم الفترة اللي فاتت، وحصل مشاكل بينكم وبين الشريك، وقررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه او تبعدوا، ده بالطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها، او بالضغوط اللي انتوا كنتوا مسلمينها لافكاركم. حتى لو انتوا قعدتوا مع نفسكم شوية هتحسوا ان اللي انتوا عملتوه ده غلط. ليه؟ علشان انتوا كنتوا مسلمين لافكاركم والوسواس القهري بتاعكم اللي كان دايما بيديكم الطاقات اللي انتوا كنتوا بتمروا بيها. فانتوا خلوا بالكم كويس جدا من الحاجة اللي في ايدكم، وبلاش طول الوقت تفضلوا تضيعوا فرص. في كمان طاقة ندم، طاقة الندم دي ما زالت مفتوحة على حد علاقتكم انتهى، او على حاجة معينة في بالكم الله اعلم. في علاقة موضوع ندم او طاقة ندم عندكم بتجيلكم من فترة للتانية على حاجة حصلت في حياتكم الفترة دي. فخلوا بالكم من نفسكم واهتموا بصحتكم. تساقط الشعر والهالات السوداء والدبلان اللي بيجيلكم من غير اي سبب، ياريت تهتموا بصحتكم وتحطوا صحتكم رقم واحد، ومن بعدها اي حاجة تانية. اتمنى القراءة تكون عجبتكم، ونشوف مع بعض الرسالة، ولعل يكون عندك خير واخبار حلوة. هنختار الورقة دي ونشوف رسالتك بتقول لنا ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب الرسالة بتاعتك بتقولك لا تتسرع، فستنول بعد صبر كل ما كنت تريد، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. طيب نقول الرسالة تاني، لا تتسرع
فستنول صبرك عن كل ما تريد، سيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. الله أعلم إيه الأمنية اللي أنت حطيتها في بالك، بس الرسالة بتاعتك قوية، الرسالة بتاعتك جميلة وكلها طاقة إيجابية. أتمنى لك كل ما هو جميل، وإن شاء الله بإذن الله تكون قراءتنا النهاردة كانت خفيفة على قلبك وتكون جميلة. وصليلي على الحبيب، وادعم الفيديو بتاعك باللايك وبالتعليق الحلو، وركز معايا في توقعاتك الفترة اللي جاية.